انتصف نهر القاهرة، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بالتفاصيل. تنطلق اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع. ومن المقرر أن تناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب. كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مركز المؤتمرات مراسلة أخبار مصر نشوى صالح. نشوى، بعد التحية أطلعينا تفصيلا على أهم ما تتم مناقشته في جلسات الحوار الوطني. تحياتي الزميل عمرو ولكل مشاهدي التلفزيون المصرية. نحن بالفعل هنا في مقر الحوار الوطني، حيث اليوم هو الأسبوع السادس وتحديدا الشهر الثالث في جلسات الحوار الوطني، سواء هذه الجلسات العامة أو الجلسات التخصصية. كما تعلمون أن الحوار الوطني بدأ أن يؤتي ثماره بمجموعة من التوصيات خرج بها، وذلك لتقديمها للسيد رئيس الجمهورية وذلك لصاحب القرار والشأن المصري من أجل اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي من أجلها تم عقد هذا الحوار الوطني، بالتزامن مع عدد كبير من الجلسات وتبادل الرؤى والأطروحات المختلفة في القضايا الهامة التي تهم المواطن المصري والدولة المصرية، وخاصة في ظل ما يجول في العالم من ظروف استثنائية على المستوى الاقتصادي والسياسي. كما تعلم عمرو أن الحوار الوطني اليوم يستأنف المحور السياسي ويتناول عدد من اللجان، اللجنة السياسية الخاصة بالشؤون الحزبية وذلك لمناقشة عدد من القضايا، وكذلك لجنة حقوق الإنسان. لم تبدأ الجلسات بعد، ولكن تستمر الشخصيات المشاركة في هذه الجلسات بالتوافد هنا على مقر الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. أحب أن أنوه أن الجلسات التخصصية التي تم عقدها في الأسابيع الماضية قد أثمرت بالفعل بعدد من التوصيات، ويتم عرضها على صاحب القرار كما ذكرت. واليوم يتم استئناف الجلسات العامة في المحور السياسي بحضور من المتخصصين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتبادل الرؤى والأطروحات المختلفة في هذه القضايا. على مدار اليوم سوف أتابع معك المزيد من التغطيات والمزيد من ما توصل إليه الحوار الوطني في الجلسات العامة التي تتم على مدار اليوم. نعم إليك مراسلة أخبار مصر نشوى صالح، كنت معنا من مركز المؤتمرات بمدينة نصر حيث جلسات الحوار الوطني. نشكرك شكرا جزيلا. فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجول اعتبارا من صباح أمس ولمدة 48 ساعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من محافظة دير الزور شمال شرق سوريا. ورغم حظر التجول إلا أن اشتباكات متقطعة تجددت بين وحدات كردية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ومقاتلين تابعين لعشائر عربية. واندلعت المواجهات بين الطرفين عقب أنباء عن إيقاف قائد مجلس دير الزور العسكري. خلال زيارته لولاية كسلا، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش والشعب مصممان على دحر التمرد. أضاف البرهان أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد الحاجة إلى جيش محترف. وأعلن البرهان ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مشددا على رفض أي إملاءات خارجية. وتعهد البرهان بالحفاظ على وحدة السودان ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبت في الخرطوم ودارفور وضمان أمن المواطن السوداني.
يتوجه رئيس غينيا بيساو إلى نيامي بعد زيارة إلى نيجيريا، وذلك ضمن وساطة أخيرة لحل أزمة النيجر. يأتي ذلك بينما نظم الآلاف مظاهرة أمام قاعدة العسكرية الفرنسية وفي ضواحي العاصمة نيامي دعما لقرار المجلس العسكري للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر. وأعلن المتظاهرون عن دخولهم في اعتصام مفتوح حتى رحيل آخر جندي فرنسي من النيجر. هذا وأدان المجلس العسكري في النيجر ما وصفه بالتدخل الصارخ لفرنسا في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكد فيها دعمه للرئيس المعزول محمد بازوم. أعلن متحدث باسم الجيش في الجابون إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بعد 3 أيام من إغلاقها عقب الإطاحة بالرئيس علي بونغو. يأتي ذلك بينما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إكواس أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا غدا الاثنين لبحث الوضع المتأزم في الجابون. أعلنت السلطات الروسية مقتل مدني في قصف أوكراني استهدف مناطق في مقاطعة بلغراد. كما أعلنت سلطات زاباروجيا مقتل شخصين وإصابة 5 جراء قصف أوكراني استهدف بلدة في المقاطعة. وبالتزامن أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم وحداتها قرب بلدة كليشا في دونيتسك، كما أشارت إلى صد قوات روسية 5 هجمات أوكرانية قرب مدينة أرتيومسك في منطقة باخموت بجانب استهداف تجمع للقوات الأوكرانية بالمنطقة. وأضافت الوزارة أن قواتها نجحت في تدمير مركز للتحكم في المسيرات ومستودع للأسلحة، بالإضافة إلى نقطة لتجمع المدرعات القتالية على محور خيرسون. قالت كييف إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة استمر 3 ساعات ونصف الساعة على جنوب منطقة أوديسا في وقت مبكر من صباح اليوم. واستهدف الهجوم بنية تحتية لميناء على نهر الدانوب، وهو ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 25 أطلقتها روسيا على أوديسا، وأشارت إلى إصابة مدنيين على الأقل في الهجوم. ذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارات وقعت في ميناء إيريني، وهو أحد مينائين رئيسيين على نهر الدانوب تشغلهما أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة في يوليو. وأشار زيلينسكي إلى أن سفينتين عبرتا بنجاح من خلال ممر الحبوب المؤقت الخاص في أوكرانيا، ولم يحدد هوية السفينتين ولم يذكر متى أكملتا مرورهما. وقال مسؤولون أمس إن سفينتين اجتازا الممر مما يرفع عدد السفن التي مرت عبره إلى 4. أعلنت السلطات في تايوان إجلاء آلاف الأشخاص فضلا عن تعليق الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية والعبارات إلى جانب الفصول الدراسية والفعاليات العامة. كما تم إغلاق المتنزهات الوطنية والعديد من الطرق في وسط تايوان استعدادا لوصول الإعصار هايكوي. ذكرت مصادر محلية أن أجزاء من تايوان بدأت بالفعل تشعر بآثار الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة للإعصار المدمر. هذا فيما تفقدت رئيسة تايوان تساي إنغ وان مركز الاستجابة للطوارئ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجلب إعصار هايكوي أمطارا غزيرة وفيضانات وسط تصاعد التهديدات بسبب ارتفاع موجات المد. تواصل المراكز الطبية عملها لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية في إطار مبادرة 100 يوم صحة، والتي تتضمن صحة المرأة والاعتلال الكلوي والراغبين في الزواج والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية.
لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أحد المراكز الطبية بمدينة الزقازيق مراسل أخبار مصر محمد حلمي. محمد، ضعنا في المشهد لديك. نعتذر عن هذا العطل ونعود ونستكمل النشرة مرة أخرى. أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وصل إلى 8000 شخص من مصر وباقي دول العالم. وتابع عبد الغفار خلال اجتماع عقده لمراجعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر جاهزية جميع لجان تنظيم المؤتمر واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر خلال فعاليات المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 5 حتى 8 من سبتمبر الجاري، مؤكدا قدرة وزارة الصحة والسكان على اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الواقع. تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع العين السخنة العالمين مطروح، وذلك في المسافة بين منطقة جنوب حلوان عند كبر المسار لعبور النيل حتى محطة العين السخنة. وبدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كبر جنوب حلوان على النيل من طريق التبين بامتداد كورنيش النيل إلى طريق القاهرة أسوان الزراعي بطول 9 كيلومترات، ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو. أسدل الستار على فعالية مهرجان العالمين للموسم الصيفي 2023 في مدينة العالمين الجديدة، حيث شهد المهرجان الذي أقيم في الفترة من 13 يوليو الماضي حتى 2 سبتمبر الجاري العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحا كبيرا على عدة مستويات. كما بدأ مبهجا كبيرا حافلا مبهرا، يختتم مهرجان العالمين نسخته الأولى بعد نحو 50 يوما من الحفلات الموسيقية والغنائية والمسابقات الرياضية وعروض الأزياء ومهرجان الدراما الذي كان على مستوى الاحتفاء ب60 عاما من الدراما المصرية. كل ذلك أسهم في أن يجعل موسم الصيف مميزا لهذا العام. رقصت النافورة الراقصة على أنغام الموسيقى بصحبة إضاءة مبهرة، ثم أضاءت سماء مدينة العالمين الألعاب النارية في عرض تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذه الفعاليات الترفيهية تسهم في تنفيذ توجيهات الدولة بوضع اسم المهرجان على خريطة الفعاليات العالمية. يذكر حفل ختام مهرجان العالم عالمين أنه حاول خلال الفترة من منتصف الشهر قبل الماضي وحتى أوائل الشهر الجاري أن يقدم ما يرضي جميع الأذواق. فمثلا تنوعت الحفلات الموسيقية بين الغناء الشعبي والكلاسيكي والعربي بل العالمي. حققت جميع الأنشطة نجاحا على مستوى التنظيم والفقرات التي تضمنها المهرجان، كما سجلت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات. في حفل الختام وجه الشكر لكل من شارك من رعاة وشركات، إضافة إلى أجهزة الدولة التي قدمت التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة هذا المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر. مهرجان عد من أضخم الأحداث الترفيهية في الشرق الأوسط، يبرز نجاحه نجاح الدولة خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العالمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، سعيا لجعل العالمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية ضمن خطط مستمرة للتنمية. محمد جمال، التلفزيون المصري.
في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لطيب المتابعة. في أمان الله.